معلش اللي جاي ده احنا سوري بقى اسكوز مي المنطقه دي منطقتنا بقى وسنعلن الفريق الفائز في المباراة. طبعا بعد الأداء الجميل اللي احنا شفناه من شوية النتيجة واضحة زي الشمس. طبعا الفريق اللي كسبان هو فريق المصري. أحييك على النزاهة والأمانة والشرف. ولدتي تعالى هنا، حد يقدم السمكة بالشكل ده؟ لازم المنظر، الشكل، الألوان، يعني فجل، كرات، جرجير، طماطم. قوله مي وشوتها كانز لجونا نشدا زولا 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 قول اتعلم مين ولا مين؟ بس ايه رايك في الفش بتاعي بقى؟ ده انت فشك يتاكل ني يا سليم بيه. فشك زي كل حاجة حلوة عندك يا سليم بيه حقيقي. طول عمري اكره سمك القرموط اللي يطلع كده فجأة ما تعرفش طلع ازاي. بون ابيتي. ميرسي بوكو. دريام بقول لك يا شبح، عايزك في كلمتين على جنب. ايه يا ابني؟ قول اللي عايز تقوله، احنا عيله واحده ما فيش اسرار بينا. وبعدين ايه شبح دي؟ شبح نيه بيت الاشباح يا شبح، دي للتفخيم. تفخيم اوكي. فخم زي ما انت عايز، بس انا والله ما انا محتاج حد يفخمني، انا فخيم لوحدي. مصر. وسليم بيه، سليم باشا، سينيور سليمو.